السلام عليكم، كيدايرين اخوتي؟ بخير، لاباس عليكم؟ صحة بخير، هانية. أول مرة غندير شي فلوق خارج على الدار، هذا هو الفلوق الأول اللي غنخرج وغنعاودو لكم من البلاصة اللي وقع لي فيها الحادث. هي هاد البلاصة، هادي ديور الصياد، في كاين مولي الحوت في قنيطرة. هنا بدات القصة ديالي مع الأكسيدون، هنا كنت غنموت. دابا كي غندير نقول لكم الفلوغ، دابا قولوا لي كي غندير نقول لكم الفلوغ، هو تيسبو تيعاير هذا السيد، هذا ما يخلينيش. اسمح لينا خويا، الله يرحم لك الوالدين، الله يعطيك الصحة. اسمح لي سي راه مات. مرحبا، الله يودي. لا لا، الله يعطيك الصحة، الله يعطيك الصحة. الله يسامح، الله يسامح، الله يسامح، الله يسامح. مو واجب سواق طربو. لا لا، الله يعطيك الصحة. لا لا، انا اللي غايز. صافي، الله يسامح. ممكن صافي، الله يسامح. السلام عليكم. الله يحفظك. بخير. الله يلا بخير، الله يطول في عمرك. نعم. وقاس 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 ما خصنيش نبين هاد السيد، انا غنبينو لحقاش السيد كبر معايا وصاحبي قسما بالله العلي العظيم. انا خويا خويا وبقى تيسب وتيعاود وقف مسكين. احترمني، شوف يا جي المسكينو بسرعة. الله يسهل. شو الصيد حالة؟ برد برد مع حي الصيد حالة. تعاطفوا معاهم ضروري، ما نوليش، ما نهملهمش، ما نهملهمش. كتخرج كتقول له ما بغيتش نبين وجهه، ولكن ما نبينش. انا نقول لحقاش صاحبي ما نتكبرش عليه، لحقاش كبرت معاه وكنت كنشوفه كيسلم عليا وكلشي. قول شي كلمة للشباب ديالي، قول لهم واش إلياس صاحبك ولا لا؟ سبيك انجلش. بالعربية، بالعربية قول. اوكي، إلياس بيان. إن شاء الله يا ربي، الله يحفظك. الله يحفظك، شكرا بزاف. الله يعزك. الله يحفظك أخويا. من هنا غيبدا الفلوق، ولكن فوقاش غنبدا لكم ما عرفتش، غتصبروا حتى شي جوج دليل ولا ثلاثة دليل، وغنجي لهنا وغنعاود نكمل الفلوق ديالي والدنيا تكون خاوية. صافي مزيان. المهم هذه المرحلة الأولى من الفلوق، هي تسجلات بهذه الطريقة هذه. الثانية إن شاء الله غنحاول نكون بوحدي وغنحاول نهضر ديك الساعة بخاطري، وغنجيب شي واحد اللي يصور ليا الفيديو باش نهضر بخاطري، باش نعبر لكم بطريقتي وبأسلوبي. يلاه نتمنوا من الله خير ولا يحسب. تسناونا. السلام عليكم أخوتي، أنا رجعت للبلاصة اللي عاودتكم عليها الفلوق، نبدا لكم القصة من هنا. هنا فين وقعت الحادثة، وهنا فين كنت غنموت، وهنا فين كانت عندي الكوما، ومن هنا مشيت للحبس بسبب ديك الاكسيدون، بسبب مشاكل اخرى كانت عايشه. ما عليناش، انا نحاول نجمع معكم الافكار. الو، داك النهار بالذات انا كنت جالس في السطح، وجا دق عليا واحد السيد وقال لي راه البنت اللي كنتي كتبغي راه شي واحد دخل عليها في السيارة. تما جيت انا كنجري، ما عرفت شنو، ما عرفتش باش تبليت، ومشيت قلبت عليهم تماما، قلبت عليهم داك النهار، وكنت نقول غنشدهم غندير لهم وغندير لهم وغندير لهم، وانا ندور واحد اللحظه وانا نلقاهم حدايا. تما شديتهم، عذبتهم، ضربتهم بجوج، والثالث فيهم هرب ليا ما قصوش. حتى الليل هذاك عاد عاود رجعت ليهم ودابست معاهم. تخيلوا معايا صحابي شنقول لكم، راه دازت سيمانه مور داك الحادث. واحد الصباح انا كنت كنصاب واحد الناموسيه ديالي، ديك الساعه كنت انا تزوجت. صافي، كنت كنصاوب واحد الناموسيه ديال البيت النعاس ديالي، وماما كنطلبتني باش نديها عند اختي ولاد وجيه. قلت لها واخا ماما، زيت الموطور غادي باش نوصلها، ودست محداهم كانوا كيشربوا في الطوموبيل، وكانوا اونفاجيت بزاف تما واقفين، وانا دايز من هنايا بموطور مع الوالده ديالي، ما بغاوش يقربوا ليا. ولكن فاش كنت راجع تما كانت الصدمه، عرفتي انا جاي، يلاه هزيت يدي سلمت على الدراري، قلت لهم السلام عليكم. هزيتها بانت لي بيكو بداخله فيا، عرفتي ضربوني الضربه الاولى، عاودوا زادوا فيا المره الثانيه، حبسوا مع الموطور، كانوا يدخلوا فيا هنايا في هذه البلاصه هذه، عباد الله كلشي تزوق، باغيين يدخلوا فيا، وانا بغيت نوقف داك الحر ديال الضربه عرفتي. المهم هبطوا ليا واحد ضربني بزروات البيسبول هنا، هرس ليا هاد العظم ديال الماغي، والاخر خشى فيا جنويه في رجلي، بقاو تيقتلوا فيا وانا ميت اصلا. وما قادش نقول، شوف ما قادش نشوف في الكاميرا ونعاود هادشي، لحقاش فريمون هادشي معذبني في حياتي وحق الله. صافي تما حليت عيني، لقيت خويا كرام هو اللي كيشوف فيا من جهه الكرياج اللي برا، لقيت راسي في الاناج ديال سبيطار الغابه، والمينوط في يديا، حيت كنت روسيرشي على شي واحد كنت ضربته. صافي تما بدات المعاناه في السبيطار، شي 45 يوم وانا في الكومه تما كنتعذب،
عائلتي وصحابي وخوتي والناس اللي كيبغوني كلهم تابعيني وطالعين هابطين معايا السبيطارات وتدوني في البياص للمحكمه والقاضي كيدابز معايا وانا كنسب فيه وتنقول له راني مظلوم ومرس من ظهري ومن رجلي ومن يدي وغادي نبيع الحبس في بياص. ما عمري شفت شي واحد يدوز للمحكمه في بياص حمار. صافي يا هذيك دخلوني للحبس. تخيلوا معايا في ديك اليومين كيقولوا لي 45 يوم وانا خصني نلعس على الاينوكس على البلا باش نوقف من رجلي باش نعاود نوقف، ولكن لا بديك الحجره لان دوك الناس دخلوا معايا الحبس اللي تعدوا عليا. صافي تما حاولت بقيت كنوض وكنتقاتل في ديك اليومين حاولت نوقف مشيت كنعذب فيهم عاوتاني وباغي ندابز معاهم وباغي نتقاتل معاهم. دوزت من شهور عاوتاني ديال الحبس في هذيك. مشى ليا الموطور ومشات ليا صحتي ومشات ليا البنت اللي كنبغي تما صافي ضاعت. ما بقات عندي حتى شي حاجه اللي غادي نفكر فيها غير انني نبيع في الغبره ونبيع الحشيش ونبيع قرقوبي ونخطف ونضرب وندابز باش نجبد الفلوس وباش نعيش. صافي هذيك الوقيته وليت بحال شي حمق. سيرتو مشات ليا البنت اللي كنت تنبغي. بقات الامل باني غنعيش مره اخرى داكشي بقى عاجبني الحبس بقيت داخل خارج. والناس كانت فاهمه كلشي غلط كانت تقول هاد الدري هذا مالو ولا هكا راه ما عرفتش كيفاش انا وصلت لذاك الشيء. بغيت نزيد نكمل لكم في القصه. فهاديك الوقيته صافي بديت كنرتاح شي شويه بصحتي وبديت كنوقف على رجليا. خرجت ما قلتش الله ينعس الشيطان لحقاش فريمون كنت حاقد. خرجت شريت موطور وجبت الحشيش ودرت مراره في طيبيه وبقيت تنبيع الحشيش بالعلالي صحه. ما كنتش كنقول ان شاء الله حتى شي حاجه. صافي عاوتاني دخلت للحبس وهادي كانت قصه اخرى عاوتاني. ارجع لكم للديتاي. الوقت اللي كنت درت لاكسيدون وكنت في كنت في الحبس ودابزت تحموا عليا عاوتاني شي 40 واحد ضربوني بالتحميره بعينيه ومات حديد. خرجت عاوتاني للكوما عاوتاني رجعت وقفت على رجليا وانتقمت منهم حتى هما يا ربي تسمح لي. ما تديوش عليا في هذا الفلوق عرفتي ما عرفت نقول حتى شي حاجه لحقاش اول مره غندير فلوق خارج على الدار وكنعاود على واحد البلاصه اللي الدم ديالي بقى مشتت هنايا. تخيلوا معايا تي الدم ديالي مشتت وانا ميت هنا في ميت طلع لي الدم تنجي لهنا وتنجلس تندوخ تنقول شنو غندير باش غنبقى ديما نرجع لهاد البلاصه. هاد البلاصه بدات عندي فيها حياه مقود ولكن دابا ان شاء الله من هاد البلاصه غادي يسالي كلشي. حيت يمكن هاد القصه غتكون ماشي الاخره وانما غنحاول نطرق لمواضيع اخرى اللي تاهما ان شاء الله نقدر نتميز فيهم. حيت الحياه الجريمه ما كتفيدش اخوتي. انا درت هاد الفلوقات باش ننصح الناس باش نقول لهم الله يعطيكم الصحه ولو تستافدوا من شخصيه الياس قراري. انا لعبت على ليماج ديالي لحقاش فريمون عندها تاريخ خايب. فجيت وقلت لكم فوالا ما ديروش وما تفعلوش لحقاش فريمون داك الشيء اللي عشت فيه من المعاناه ومن التعدد ومن التعذيب ومن الحبس خلاني نشوف كل حاجه قبل ما توقع. انا ما جيتش كونسيب خاوي حيت هكا نخربق عليكم وانما الا تبعني كل واحد غيفهم باننا كل كلمه نحاول نقولها كنلمح بها شي حاجه كنعطيها من تجربتي. انا ما كندويش من فراغ وانما الباكاج اللي عندي خلاني نقدر نصح الناس. ما كاينش واحد يقدر ينصح الناس حالي حيت انا ما قريتش على هادشي باش غنلبس كونتلي وغنشد ميترو وغنقول لك هذا مسكين وغنبدا نتعرف معاه. وانما انا كنهضر لكم من المواقع ديالي انا من المنطلق ديال حياتي انا كيفاش جات كيفاش هي كتسالي. اكبر عبره هي ان واحد دوز بطاقه عندي الحبس وباقي باغي يخدم وباقي باغي يعيش من غير هنا الانسان خصو يفهم. كنظن حتى هنا غنتركم الفوق اخوتي لان فريمون موقع عندي ما نقولها الساعه حيت عمرت الناس كتكبر فيا حتى لو انا احمق. يلا خليكم الساعه وان شاء الله غادي نعاود لكم حتى اخرى باسلوب اخر بطريقه زوينه ويا ربي يا ربي تتمنى يعجبكم. حاولوا انكم تزيدوا تتبعوا لاشين وان شاء الله غيكون فيها الجديد. وتنبغيكم بزاف والسلام عليكم الله يعاونكم.